الهيئة الوطنية للانتخابات النهاردة عملت اجتماع ليها أو لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيلها الجديد. ده طبعا بعد ما صدر القانون القرار الجمهوري المنظم بده بتعيين 5 من المستشارين لعضوية المجلس، واللي تم اختيارهم بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا. وطبعا بعد ما تم استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل مجلس إدارة الهيئة، حضر الاجتماع المستشار أحمد بن داري رئيس الاستئناف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة. وخلال الاجتماع أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على الجهد الكبير المبذول من جانب معالي المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة السابق والمستشارين أعضاء مجلس الإدارة السابقين واللي انتهت المدد القانونية لندبهم. وطبعا كان في كلام مهم عن استمرار العمل على الوجه الأكمل بخصوص الإعداد للانتخابات الرئاسية من كافة جوانبها.